عندهم خبرة طويلة. هل عريضة بصراحة بتشوف النهاردة لأنه على مدار الفترة اللي فاتت عندنا شركات جاية من العالم كله تستثمر في مصر؟ لو أنا بتكلم على استثمار إماراتي، بتكلم على إيطاليا، بيتكلموا على الهيدروجين، بيتكلموا على مصانع، بتكلم على المملكة العربية السعودية، بتكلم على شركات أمريكية صينية بيعملوا مناطق. بتشوف هذا الأمر زي اللي هو التحرك نحو الاستثمار في مصر؟ يجب عليك أنت أمرار تشجع مستثمر واحد أو اثنين، مش كل المستثمر حتى لو يجيب لك أنت مليارات هذا ما يعمل لك دعاية. حد من المستثمرين اللي هم بيستثمر في بناية بيبيع شقة أو شقتين، وهذا هذا 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 بيبيعهن وبيركب الطيارة بيروح. نعم. أنت تريد مستثمر مقيم. اللي أنا أسميه بوابة إعلامية إعلانية لك أنت أن هذا الإنسان لأن اشتغل في هذه البلد معناها البلد فيها ثقة. هني لازم تدرس أنت هذا، ما تدرس بنظر قصير، يجب أن النظرة تكون طويلة. نعم. تقدر تشوف أكثر. نعم. للمستثمر اللي معه اللي بيستثمر عندك لازم تعرف شو الباك جراوند مال هذا الانسان. هل هو مقيم بيكون محب لهالارض وبيعمل لك دعايه وبيجونك مستثمرين كبار، والا جاي بياخذ فلوس المصريين وبيركب الطياره وبيقول لكم مع السلامه. انا لا، انا في حاجه للانسان اللي مثل ما يقولون الف مبروك عليه الارباح، بس اريد يكون مستمر معي ومقيم معي وفاتح البوابة يشجع الياباني ويشجع الصيني والبريطاني والأمريكاني يجون يستثمرون. نعم. وإلا ولا ما بيجون. نعم. إذا واحد بيبني عمارة ويبيع شقتين. نعم. يبيع 10 بلد، هذا مش مستثمر. هذا مش مستثمر. حابب تتكلم على مشروعات ضخمة لسنوات طويلة. هذا الكلام. هذا الكلام. مثل هوتيلات. مصانع. نعم. مدارس، فتح بيوت، مدارس. شكرا. ان تشغل المصري، شغل يستفيد منها الشعب المصري، هذا اللي تريد تخلقه انت. انت الحين نحن لو كان عندنا فرصه كنا بنبني، كنا جايين بنعمل مثلا سيارات وركشوبس ضخمه جدا. انا ابغيك مره تجي دبي باذن الله تعالى ان شاء الله، نفرجك فقط على الوركشوبس مال سيارات. لو تدخله بتقول هذا مستشفى، مو بهذا. المهندسين والميكانيكيين لابسين قمصان بيض يسمونها، كأنه طبيب يعمل عملية. نعم. جابوا انجليز وغير يزورون، قالوا هذا مستشفى ولا جراج. في علم صار.